عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني: هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حاضرین اور عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے میں اپنے مشفق اور محترم ادارہ مرکز معارف کی روح رواں